هل تستطيع المساواة القضاء على الفساد؟ سؤال لطالما يطرح، خاصة عندما نخوض في سبب تفشي الفساد، هذه الظاهرة القديمة الجديدة وأسباب استفحالها في مجتمعنا الليبي، وخاصة في سنوات الفوضى والحروب والخلافات والنزاعات. فالفرص غير المتكافئة بين المواطنين أمام الدولة خلقت شعوراً بالظلم، ما خلق أيضاً طبقات في المجتمع، وأصبح الفقير يزداد فقراً وبؤساً والغني يزداد غناً بين الناس، ما دفع كثر لسلك سبل ملتوية من أجل الحصول على حقوقهم المشروعة، حتى صار الأمر حالة عامة بين الناس أفقدتهم ثقتهم في من يقودهم. وعلى العكس من ذلك، فإن الفرصة المتاحة أمام جميع الليبيين يمكن أن تعكس الواقع السائد برمته. فإن فرضنا جدلاً تم توحيد سعر صرف العملة الأجنبية أمام جميع الليبيين، فكيف يمكن لذلك أن ينعش اقتصادنا ويعالج الكثير من واقعنا ويخفض من الأسعار ويحسن من المعيشة بصورة ملموسة، على خلاف ما نعيشه من واقع بما فيه من محسوبيات أوصلت البنك المركزي ليقر أسعاراً ثلاثاً للعملة الأجنبية؟ ماذا لو تكافأت فرص العطاءات العامة بشكل شفاف أيضاً بين الليبيين؟ فما الذي يمكن أن نصل إليه من تنافسية وجودة في المرافق والمؤسسات العامة؟ ولكن الأمر ليس كما هو الواقع الذي تسوده التكليفات المباشرة بين المقربين والمعارف. أيضاً إن فعلت المساواة في قطاع التعليم وما يضم من ملفات عديدة كملفات المبتعثين إلى الخارج على سبيل المثال، فإن خيرة طلابنا سيكونون لهم السبق في التعلم والتأهيل، وقس على ذلك وما سينعكس على تطوير وتحديث الكفاءات الوطنية بدلاً عن الابتعاث بطريقة عشوائية، مما أدخم القطاع بالتزامات خارجية مكلفة دون عائد أو راجع يمكن التعويل عليه. الأمثلة كثيرة، إلا أن ما يتطابق مع الواقع هو كل ما هو مخالف لما هو صحيح، حتى مع وجود الرادع الذي يلتحق بصورة متأخرة لتدارك ظواهر الفساد التي سجلت في ليبيا، فأصبحت ذات معدلات تاريخية، بل أصبح نمط تعيشه مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة. فهل تكافؤ الفرص غاية لن يدركها الليبيون إلا عندما يتحقق الاستقرار؟ أم أن الاستقرار لا ولن يتحقق إلا بوجود فرص متكافئة بعيدة عن المناطقية والمحاصصات والجهويات؟ هل المساواة وحدها ما تفتقده بلادنا من أجل أن تتوحد مؤسساتها وتحل مشاكل مواطنيها؟ وهل هي غاية مستحيلة؟ أم أنها ممكنة في حال توفر كفاءات وطنية غير متعنتة ولا تستفرد بالقرار ولا ترتهن مقدرات البلاد؟ خير الله إبراهيم لبرنامج فلوسنا.